الميزانيات هي أداة مالية وليست أداة سياسية. توجيه الدعوة لخاصة الميزانيات، والغانم يؤكد أن مصالح المواطنين فوق كل الخلافات السياسية. الدولة لن تستطيع دفع المبالغ المخصصة لما أتم مدة خدمته حديثاً. ما هو خافي عليكم التأزيم السياسي اللي حاصل في الآونة الأخيرة. ودعوات نيابية للتعاون بهدف تمرير الميزانيات وعدم الإضرار بالمصلحة العامة. إحباط هذه المحاولة يؤكد على كفاءة أفراد الإدارة العامة للجمارك بالحفاظ على سلامة البلاد من كل من تسول نفسه بتهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها. ضربتان استباقيتان من رجال الجمارك لمهربي الشبو في أقل من 24 ساعة. بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، أياد الخير الكويتية تواصل عملها داخل وخارج البلاد. يعطيك طول العمر، بقلبه يشيل الحب، انت عمود البيت، نقول الله يرحم أبهاتنا إن شاء الله يا ربي. لقد كبرنا وأخذتنا الدنيا بمشاغلها، ولكننا لم نجد وطن إلا في أحضان الآباء. شكرا لكل الآباء. في اليوم العالمي للأباء، رسائل شكر وعرفان من الأبناء لرمز التضحية والعطاء. نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي وعلي الموسى. نشرة الأخبار من ATV العدالة، أهلا بكم. شكرا داليا. مع اقتراب فض دور الانعقاد البرلماني، تتجه الأنظار لإقرار الميزانيات بعيدا عن الخلافات السياسية التي حالت دون التئام جلسات مجلس الأمة في الفترة الأخيرة. وفي سياق ذاته، فقد وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في الميزانيات، معربا عن تمنياته بحضور الجميع حكومة ونوابا لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية على حد قوله. كما أضاف أن الميزانيات ليست أداة سياسية، إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي. وجهت بناء على المادة 72 دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء والأربعاء القادم، بناء على طلب مكتمل الأركان من مجموعة من الأخوة النواب، وذلك بجدول أعمال محدد وهو إقرار الميزانيات. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه وسألتوني يمكن جميعا، أنه لماذا هي جلسة خاصة وليست جلسة عادية؟ لا يخفى عن الجميع بأن الجلسات العادية كلها قاعد تتعطل، سواء بسبب الخلاف الموجود على الكراسي أو غيره، لكن عندنا عدة جلسات عادية كلها تعطلت، وهذا ليس مصالح المواطن. إضافة إلى أن الميزانيات هي أداة مالية وليست أداة سياسية، أداة مالية مرتبطة ارتباط مباشر بمصلحة المواطن من عدة جهات. لذلك بناء على أيضا مواقف النواب اللي أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة اللي فيها مصلحة المواطنين، وحضروا الجلسة المتعلقة بالاعتماد التكميلي للصفوف الأمامية، وحضروا الجلسة الخاصة اللي تتعلق في القدس، والجلسة الخاصة المتعلقة في الاختبارات الورقية وغيرها، إيمانا بينهم بأن نبعد المواطن ومصالحه عن الأمور الخلافية السياسية. لذلك دعيت يوم الثلاثاء والأربعاء جلسة خاصة تكون مخصصة لإقرار الميزانيات لارتباطها ارتباط مباشر في المواطن. ولأن عدم إقرار الميزانيات، حتى يعني أوضح بشرح مختصر أتمنى ألا يكون مخل، يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد، يتسبب أيضا في تأخر توزيع القسائم السكنية للمواطنين، أيضا يتسبب في كل منشأ مالي جديد موجود في الميزانية الجديدة وليس موجود في الميزانية القديمة سيتوقف ويتعرض المواطن للضرر بسبب عدم صرف
هذا المنشأ المالي الجديد، ومنها أيضا أمور مخصصة لإعانة خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلع وغرب عبد الله مبارك. أيضا هناك تقديرات وتتعلق في الهيئة العامة للرعاية السكنية لمشاريع المؤسسة الإسكانية الجديدة، منها مدن صباح الأحمد، المطلع، غرب عبد الله المبارك، جنوب غرب عبد الله المبارك، مشروع الوفرة الإسكاني. أيضا هناك أمور ومنافع ومزايا تتعلق في المتقاعدين، وفي الميزانية الجديدة زيادة لا تقل عن 93 مليون عن السنة الماضية. لذلك التأخير في إقرار الميزانيات بالتأكيد سيكون له يعني انعكاس وضرر مباشر على المواطن. إلى ذلك دعا النائب سعدون حماد النواب إلى حضور الجلسة الخاصة بمناقشة الميزانيات مشيرا إلى أهميتها للوطن والمواطنين. وبدوره دعا النائب علي القطان إلى الالتفات إلى مصلحة الوطن والمواطنين وتغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات السياسية. مصالح الوطن والمواطنين فوق الجميع، فيجب أن تقرر الميزانية، لأن إقرار الميزانية لصالح الوطن والمواطن وعدم إقرار الميزانية فيه مضرة للوطن والمواطن، وعدم إقرار الميزانية سيتسبب بالتالي: توقف التعيين في الوزارات وكل الجهات والهيئات التابعة للحكومة، البعثات الدراسية الخارجية والداخلية ستتوقف وستعجز الدولة عن استيعاب خريجي الثانوية العامة الجدد، توقف التعاقدات اللازمة لشراء المواد الإنشائية الخاصة بدعم المواطنين في المطلع وجنوب عبد الله المبارك وفي 32 ألف وحدة سكنية، لا ترقيات ولا علاوات ولا بدلات لكل الموظفين والعسكريين، أزمة ستطول المتقاعدين، الدولة لن تستطيع دفع المبالغ المخصصة لمن أتم مدة خدمته حديثا. ما هو خافي عليكم التأزيم السياسي اللي حاصل في الآونة الأخيرة، والآن بعد وصولنا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي أمامنا جلسة الميزانيات. البعض يقول أن عدم إقرار الميزانية يحيلها للميزانية السابقة حسب المادة 145. طيب، هل العلاوات والترقيات يمكن اعتمادها بناء على الميزانية السابقة؟ هل التعيين اللي يتوظفون الآن يمكن ربطهم بالميزانية السابقة؟ والعلاج بالخارج، واللي توهم متقاعدين، والبعثات الدراسية، شلون نربطهم بالميزانية السابقة؟ إقحام الميزانيات في الخلافات السياسية راح يسبب شلل للبلد يا جماعة، شلل كامل للبلد. إلى ذلك أعلن خمسة نواب تقدمهم باقتراح بقانون في شأن حظر إعادة تعيين المتقاعدين من الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومجالس إدارتها. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدر الحميدي وأسامة المناور ومبارك العرو ومهلهل المضاف ومرزوق الخليفة بحظر تعيين أي من المتقاعدين من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين، وأن تقتصر الاستعانة بالكفاءات غير المتوافرة في كوادر العاملين لمدة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى لهذه الاستعانة. ودعت مذكرة الاقتراح للاستفادة من المواطنين ذوي الكفاءة والخبرة والإمكانات العلمية والإدارية، ما يفتح المجال أمام القيادات الشابة لتتبوأ مكانتها. أعلنت الإدارة العامة للجمارك إحباط دخول نحو 17 كيلوغرام من مادة الشبو كانت موضوعة داخل شحنة مواد غذائية مخبأة في أكياس أرز بجمارك ميناء شويخ. الضربة التي وجهها رجال الجمارك للمهربين اليوم جاءت غداة إحباط محاولة إدخال مادة الشبو التي كانت مخبأة في عدد من ألواح الحلوى، حيث تم ضبطها وإلقاء القبض على المتهم أثناء استلامه الشحنة. تمكن رجال الجمارك من توجيه ضربة أخرى للمهربين في ميناء الشويخ بإحباط محاولة لتهريب مخدر الشبو، بعد أن رصد رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بجمارك الموانئ الشمالية حاوية بحجم 40 قدما قادمة من إيران تحتوي على مواد غذائية. وبفراسة المفتشين الجمركيين
ودقة التفتيش والحرص على مراقبة الشحنات القادمة. عثر على كمية من مادة الشبو المخدرة تقدر بما يقارب 17 كيلوغراما، كانت مخبأة في أكياس من الأرز. ضبطية يعني غريبة شوي، مبتكرة، محاولة تهريب كمية من الشبو المخدر. طبعا أنت عشان تعرف أن الطرق دائما تتغير، واليوم الطريقة اليوم مبتكرة هي خلطها مع الرز مع العيش، يعني بحيث ان يعني ان 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 المفتش الجمارك قد تنطلي عليه خيشه او خيشتين تفتيشها، لكن فطنه رجال الجمارك وصحوتهم اللي يعني اللي يعودون عليها دائما بان يكونوا يعني بالمرصاد للمهربين. وايضا هذه الطريقه مبتكره راح نعممها حق دول منطقه الخليج بأن أيضا يأخذون حذر من هذه الطريقة. الطرق المهربين يبتكرون طرق جديدة. أنت شفتوا عندنا المرة السابقة كان حاطينها وسط الرخام الحجر، وبعدين في مع الفاكهة يمكن مع البطاطس آخر واحدة، اليوم عندنا مع الرز. فهم يحاولون يستخدمون المواد المشروعة ويخلطونها بمواد ممنوعة. بالأمس أعلننا عن ضبطية أيضا حوالي 6 كيلو في المطار، مخلوط او موضوعه في علب شوكليت ايضا من ايران بالشحن الجوي. هذه يعني امس وهذه اليوم. هذه الطرق المبتكره لن تتوقف من المهربين، لكن احنا مع اخواننا وزملائنا مفتشين الجمارك بالتدريب والتمرين ونقل المعلومات مع دول المنطقه ومع دول العالم عن الطرق المبتكره في التهريب، يعني احنا نقوي ويصير عندنا المنعة والحماية أقوى لحماية المجتمع من دخول هذه السموم. تم بحمد الله وتوفيقه إحباط محاولة إدخال مادة الشبو المخدرة إلى البلاد، وذلك بعد التنسيق مع مكافحة المخدرات ومكتب البحث التحري في الإدارة العامة للجمارك. وتم إحباط محاولة إدخال حاوية مواد غذائية تحتوي على مادة الشبو المخدرة، واللي كانت مخبأة في أكياس من الأرز بطريقة يعني سرية وصعبة للغاية. فللأمانة يعني الكمية وإن كانت يعني بحدود 5 كيلو تقريبا إلى 7 كيلو، إلا أن يعني يغضت رجال الجمارك يعني كانت لهم في المرصاد وأحبطت هذه المحاولة لإدخال هذه السموم إلى البلاد، ولله الحمد. تم بحمد الله بفضله ضبط عدد حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية تحتوي على مواد غذائية، عبارة عن كونتينر 40 قدم يحتوي على بطاط وعلى أرز. وتم ضبط المضبوطات اللي هي عبارة عن مادة الشبو مخبأة داخل أكياس الأرز، وذلك بفطنة وبفراسة المفتش الجمركي. وتم عمل إيقاف جمركي في المضبوطات وتحويلها إلى جهة الاختصاص. إحباط هذه المحاولة يؤكد على كفاءة أفراد الإدارة العامة للجمارك بالحفاظ على سلامة البلاد من كل من تسول نفسه بتهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها. من ميناء الشويخ موفق العرقان، ATV العدالة. بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين والذي يصادف يوم 20 من يونيو، تستمر الأيادي البيضاء في الكويت بتقديم المساعدة لكافة المحتاجين في شتى بقاع العالم، حيث قال رئيس قطاع الخدمات المساندة في جمعية النجاة الخيرية الدكتور جابر الوندا إن عدد اللاجئين حول العالم بلغ 80 مليون لاجئ حسب تقارير تابعة للأمم المتحدة. الوندا أكد أيضا أن هذه التقارير تجعل ملف اللاجئين أحد أهم الملفات المهمة والعاجلة والتي تعمل جمعية النجاة الخيرية على معالجتها من خلال محاولات تقديم الرعاية الإغاثية والاجتماعية لهم وبناء المدارس والمعاهد والمستوصفات بمساعدة أهل الخير والمتبرعين من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي ساعد في تسيير الجمعية لعشرات القوافل الإغاثية المحملة بالغذاء والدواء والكساء للاجئين السوريين في العديد من دول اللجوء، وكذلك للاجئين اليمنيين واللاجئين البورميين ولاجئي الصومال وتشاد وغيرها من الدول الأخرى.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس. شيخ عود، أهلا بك معنا. حياكم الله، مرحبا. بداية، ما هي طبيعة الأعمال والمشاريع الخيرية التي تقومون بتنفيذها حاليا وأهم الجهات المستفيدة من هذه المساعدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للمهاجرين أو للأيتام بالتحديد. نعم. ولذلك يقوم وفد من جمعية النجاة بزيارة للمملكة الهاشمية لما يتعلق بالأيتام المقفولين من قبل جمعية من السوريين في الأردن، والذين يبلغ عددهم حوالي تقريبا 1800 يتيم. قامت وفد الجمعية بتقديم المساعدات المالية والعينية لهذه الأسر التواجدة سواء كانت في عبر المخيمات أو عبر بعض الأماكن التي تطلون بها. في ثلاث أيام الماضية بنهاية اليوم تم الحمد لله تقديم المساعدات المالية. للعلم الجمعية عندها حوالي تقريبا 1800 يتيم سوري مقفولين داخل أردن فقط، وكل على كل فتره تاتي وتقديم المساعدات الماليه المقدمه من الكفلاء او من المواطنين او من المقيمين. نعم. لهؤلاء الايتام، وايضا خلال هذه المساعدات تقوم الجمعيه ببعض الانشطه للايتام من باب يعني تنشيط او الترفيه عليهم وادخال الفرح والسرور عليهم عبر بعض الانشطه للايتام في. طيب شيخ، هل تقومون بعمل زيارات ميدانيه لمخيمات اللجوء في الدول المختلفة؟ ما طبيعة المساعدات سواء كانت إغاثية اجتماعية مالية التي تقدم لهؤلاء اللاجئين؟ طبعا الجمعية لها أكثر من يعني أيتام سوريين سواء في تركيا أو في لبنان أو في الأردن. طبعا نحن في الأردن هؤلاء أيتام منهم في الخيام منهم في داخل المدن. نعم. والحقيقة انتهينا في اليوم الماضي من زيارة أيتام في المخيمات وتقديم المساعدات. طبعا هذه المساعدات منها ما هو مالي وهي كفالات قدمها المواطنون المقيمون داخل الكويت، تقدم لهم مساعدات، وايضا مرفق مع ذلك بعض المساعدات العينيه كالطرود الغذائيه لهذه الاسر او الايتام اللي قلت يعني هم عددهم 1800 يتيم من السوريين المتواجدون في الاردن، وايضا من خلال هذه ذلك تقديم بعض الانشطه التي تدخل الفرح والسرور على هؤلاء الايتام الصغار. نعم، ماذا عن مساعده المرضى شيخ عود؟ هل هناك برامج للجمعيه موجهه لهذه الفئه؟ ايضا نعم ايضا هناك الحقيقه نشاط اخر نقوم به ان شاء الله بعد غد. الجمعيه تقوم برعايه بعض المرضى خصوصا المصابون بالامراض الكبيره، وبالتحديد يوجد حوالي 100 مصاب بالمرض السرطان. تقوم جمعية النجاة بكفالتهم ورعايتهم وتقديم الدواء لهم، حوالي 100 من رجل وامرأة، حوالي 100 مريض من السرطان. تقوم الجمعية بتقديم المساعدات العلاجية لهم، وسيتم إن شاء الله يوم الثلاثاء تقديم هذه المساعدات لهؤلاء المرضى فيما يتعلق بالسوريين المصابين بهذا النوع من المرض. نعم رئيس. أيضا الحقيقة الجمعية عندها أيضا نشاط آخر وهو كفالة بعض الطلبة المغتربين من الدول الآسيوية والأفريقية. تقوم ايضا الجمعيه برعايه هؤلاء الطلبه الذين يدرسون دراسات في الاردن منها سواء الشرعيه او غيرها او الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه. الجمعيه تحتضن الحقيقه حوالي 100 طالب من هؤلاء. نعم. تقوم ايضا برعايتهم سواء من الناحيه الماليه او وضعت التوجيهات الخاصه بهم. حوالي 100 طالب تم الحمد لله اللقاء بهم وتقديم المساعدات الخاصه بهم، وهم اكثرهم من اسيا واكثرهم من الدول الافريقيه. نعم رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية شيخ عود الخميس، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تصدر هاشتاغ يوم الأب العالمية موقع التغريدات القصيرة تويتر احتفالا بعيد الأب، لا سيما وقد عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن حبهم لآبائهم بمناسبة هذا اليوم. كل عام وانت بخير علي. انت بخير، سلام. وتحتفل الكثير من الدول كل عام خلال شهر يونيو باليوم العالمي للآباء كنوع من انواع التقدير والشكر والعرفان على ما يقدمونه تجاه ابنائهم واسرهم. نتابع هذا التقرير للزميلين فهد الزايد
وعايد الشبري. يصادف اليوم 20 يونيو يوم الأب العالمي، ومما لا شك فيه أن الأب هو مصدر الأمان والسعادة بالنسبة لكل إنسان على وجه الأرض، فهو من يملك مفاتيح الحب والعطف والأمان والشعور بالقوة، وللأب فضل كبير بل أفضل في حياة أبنائه، ويصعب حصر هذه الأفضال في جميع مراحل حياتهم العمرية. أقول حق أبوي شكرا والله على التعب والمجهود اللي سويته يبا، وانت عمود البيت، وصراحة يوم أبوي يطلع أنا ما أحس بأمان إلا يوم أبوي أمان حيل. أبو هو الكل صراحة، لأن الأيام الأول عدل ما كان زوجة ما تطلع من البيت ولا دوام ولا شيء، فكان الأبو كل شيء هو بالبيت، هو الكلمة الأولى والأخيرة له، يعني ما فيك بعد كلمتها شيء، فهو الأساس، هو اللي ربي، هو اللي كان يعيل البيت، هو اللي كان يسوي كل شيء، فلازم الواحد يحتفلون فيه. العائلة اليوم ما حد يدري عنه طال عمرك، فاحنا نحثهم على ان يحتفلون في الابي، بس انه يبرونه، يعني ما في، لان في بعض صراحه الابناء قاعد يعقون ابائهم وش اسمه ووالدينهم، فاحنا نبي نخص الاب بالبر وانهم يديرون بالهم عليه ان شاء الله. نقول الله يرحم ابهاتنا ان شاء الله يا ربي ويغمد روحهم الجنه على التعب اللي تعبوا ويانا، خصوصا ابوي كان بحار وكان ضرير طول عمره، يعني بس بعد ما خلص البحر وقفه كان ضرير، بس ظل بتربيتنا وصرف علينا وتعب ويانا ودرسنا الحمد لله. بالمقابل يم أمي بعد أسأل الله يحفظها. أحب أشكر أبوي وأقول له شكرا أنك ربيتني وطلعتني ريال الحمد لله، والله يرحم من مات منهم إن شاء الله ويخلي الآباء الموجودين. دور الآباء دورهم كبير أكثر من ما يتوقعون الناس العاديين، على أن يهتم في تربية أو في تربية أولاده، في تربية اللي يحبهم يأثر عليهم ويكون قدوة ولا يتصرف تصرفات مسيئة أو مشينة، حتى الشباب الصغار يقتدون فيه. وفي نفس الوقت هني سجلنا الآباء عليهم دور، هنا لا عليهم دور، عليهم أن يسمعون الكلام اللي أكبر منهم أكثر تجربة أكثر، يعني مشاكل صارت له أكيد الواحد من المشاكل يأخذ عبر، يعني صاروا اللي أصغر عمرا ما قاموا يهتمون في رأي الكبار، وهذه نتائجها تبين بعدين انت انتاج يتبين يديك الساعة يتحسف يقول كان زين سمعت كلام ابوي ولا يدي ولا عمي اللي اكبر مني نصحني وما طعته. اللي ما عنده عقل وفهم وادراك للامور وما يسمع نصيحة اللي اكبر منه هذا هو المسكين، اللي بعدين راح ينصدم من الحياة، ترى الحياة مو كلها حلوة، فيها مشاكل، فيها بلاوي، فيها مصايب، فيها مسؤولية كبيرة فوق ما يتصورون الشباب مع الأسف. يعني يعطي ألف عافية، لأن الأب يعتبر هو خيمة البيت، يعني العمود الخيمة، إذا العمود هذا راح خلاص ماكو فايدة، السند هو على الأب. يعني ممكن في ناس تعيش بدون الأب صحيح، بس غير يختلف لما وجود الأب في البيت يكون شيء ثاني، وخصوصا إذا كان الأب من اللي يكون حنون، من اللي يخاف على عياله، يربيهم عدل، يكون يرافقهم، يمشي معاهم. يوم الأب يوم مناسب وجميل، والأب أساس الأسرة، الأب العمود، الأب السند، الأب ما يعرف يعبر بس بقلبه يشيل الحب حق الأسرة. التفاني والتضحية من الأب بدون مقابل في رعاية الأبناء والزوجة والعيش من أجلهم ومن أجل راحتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. لقد كبرنا وأخذتنا الدنيا بمشاغلها، ولكننا لم نجد وطن إلا في أحضان الآباء. شكرا لكل الآباء. فهد الزايد لقناة ATV العدالة. نشرتنا متواصلة وتتابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل. البورصة تستهل الأسبوع على ارتفاع المؤشرات الثلاثة.
اهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرت وكاله بلومبيرغ ان الهيئه العامه للاستثمار الكويتيه البالغه حجم اصولها 600 مليار دولار وهي اقدم اداه استثماريه حكوميه في العالم تعاني من الصراع بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه منذ انتهاء فتره ولايه مجلس ادارتها قبل شهرين، ولما تتم الموافقة على فترة جديدة بعد حيث امتدت الخلافة السياسية إلى خلاف حول تشكيل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء وفقا لما ذكره شخص مطلع. وأضافت أن حالة عدم اليقين التي تخيم الآن على الهيئة والتي تعتبر أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم وتدير الثروة النفطية الهائلة في الكويت من خلال صندوقين رئيسيين هي رمز لعلة أوسع نطاقا أدت إلى شلل في صناعة القرار والسياسات، ودفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية للتحذير من احتمالات خفض التصنيف، وجعلت حكومة واحدة من الدول الكبيرة المصدرة للنفط في منظمة أوبك تسعى لتأمين السيولة بأي وسيلة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 15 نقطة وعشر النقطة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 295 مليون و300 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 70 مليون و12 ألف و100 صفقة وصفقتين اثنين، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15 نقطة و13 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 15 نقطة و20 نقطة. وتتابعونا في الرياضة بعد الفاصل. قطر توفر التطعيم لمشجعي المونديال. بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أن بلاده تسعى لتوفير 1 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل. وقال المسؤول القطري في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية أنه بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها فلن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس. وأضاف لذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير 1 مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم مشاهدينا، ومنتظر مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وفقرة تفاعلات. إلى اللقاء.